المانج للعلاقات ما بين التيم من كونفليكت وكومبيتيشن، ان هو المدير بيستغل في التراديشنال ابروتش كان بيستغل الكومبيتيشن وبيستغل الكونفليكتس بحيث ان هو يبقى كنترولر وسوبرفايزر في المكان، زي ما بيقولوا كده بالبلدي عندنا اللي هو فرق تسد، الى اللي هو يعمل زي ما قلنا كالتشر وفاليوز من الكوبريشن والكولابوريشن، وايفن حتى في بعض المؤسسات بيتحولوا الى استخدام السوشيال ميديا لتوثيق العلاقات دي.